الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. قلت الكيو الأوتو كيو مالكم طافي أبو لانا. زين أرجع لأوراقي. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أعلنت أنها تخطط لإعادة 15,000 صفحة من وثائق داعش إلى العراق بعد تصويرها رقميا ونشرها للجمهور. الوثائق مهمة جدا وسبق أن حصلوا عليها صحفيين تابعين لنيويورك تايمز خدموا بالعراق أثناء احتلال داعش للموصل. الصحيفة نقلت بتقرير إلها عن مراسلة الصحيفة راكميني غالي ماشي قولها إنه النيويورك تايمز تبحث عن شريك لتصوير الوثائق وجعلها متاحة للجمهور عبر الإنترنت قبل تسليمها. كاليماشي أضافت أنه الصحيفة راح تعيد الوثائق الأصلية للحكومة العراقية عبر سفارتها بواشنطن لضمان السلام بعد هزيمة داعش بالعراق. طبعا الصحيفة سبق أن تعرضت للانتقادات الشديدة من قبل أكاديميين اتهموا المراسلة كاليماشي بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية بعد أن نشرت مقال بعنوان ملفات داعش. الانتقادات تركزت على عدم شرعية أخذ ملفات سرية من بلد آخر ونقلها للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التقرير أثار انتباهنا اليوم، أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي أليسو القحط بقريب، ومجلس النواب نصف يشكك ونصف يشكل. بوحدة من قفلات الأغاني الريفية يصيح يونس العبودي من فوق سد وريع قلبي. طبعا ما يقصد سد أليسو التركي، بس هالشكل ممكن نتخيل إذا عرفنا نتائج هذا السد وأبرزها خفض إيرادات العراق المائية من تقريبا 21 مليار متر مكعب إلى 9 مليار متر مكعب. الريع راح يصير عطش وآلاف القرى الزراعية تختفي، معدل التصحر يزداد للضعف، والعواصف الرملية تصير علامة فارقة بالطقس العراقي، والأخطر أن يحدث تغيير بنمط المعيشة ويبطل المزارع يزرع والراعي يرعى، ونسبة الملوحة بالمياه ترتفع إلى 1800 ملغرام باللتر، وهذا راح يحول دجلة من نهر زلال إلى نهر مسموم. ولا تنسون الأهوار اللي راح تتصاعد بيها الصيحات من فوق سد وريع قلبي. هسه بعد أن قلنا اللي لازم ينقال، وأكيد المونتير شوفكم النهر شلون منحسر مية لجوا الركبة، هسه علينا أن نلتفت للجانب الآخر حتى نشوف التالي. سد أليسو التركي هسه ما وصلتنا تأثيراته، وكل اللي نتابعه بمواقع التواصل الاجتماعي وبالتقارير التلفزيونية مو بسببه قد ما هو نتيجة لأخطاء الماضي والحاضر وتخلف وسائل الإرواء وغياب ثقافة ترشيد الاستهلاك المائي. هاي أخطاء عشرات السنين مو مال اليوم والبارحة، سوء تخطيط وإصرار على طرق زراعة وري خاطئة، سدود خربانة، وكل جديد ماكو بهالخصوص. ولا تنسون المشكلة البيئية الخطيرة اللي تمر بالمنطقة والعالم صار سنين، نقصد الاحتباس الحراري وموجة الجفاف والتصحر اللي تضرب المنطقة. بس احنا شنو فرقنا؟ احنا فرقنا ظلينا نتفرج وما تحركنا،
لا بنينا منظومة سدود تستثمر الأمطار والشيون، ولا سوينا مشاريع تحلية مياه عملاقة. فرقنا إنه دولتنا ملتهية بالتحاصص، والقوى السياسية مشغولة بالصراعات الجانبية، وناسين شيء اسمه تخطيط مركزي ممكن ينقذ العراق من الكابوس الأسود اللي جاية. بمعنى إنه المطلوب الآن مو التباكي على دجلة والفرات اللي راح يختفن، أو القيام بردود أفعال متسرعة ترقيعية وقتية تهرب من المشكلة للغناء الحزين من فوق سد وريع قلبي. لا، المطلوب هو التفكير بمشاريع استراتيجية عملاقة تحل أصل المشكلة مو عارض من أعراضها. وهنا لازم ننبه إلى قضية مهمة، وهي النظر للموضوع نظرة كلية، وعدم تحميل وزارة الموارد المائية المسؤولية وحدها. وزارة الزراعة مشتركة بالمسؤولية، وزارة التخطيط، مجالس المحافظات، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، الفلاح، المواطن العادي، الكل مسؤولين أمام التاريخ وأمام الأجيال الجاية، مو بس وزارة الموارد المائية فقط. الأحرى جراد مشاريع كبرى، سدود، جهود دبلوماسية، تثقيف اجتماعي، جراد الاستماع لرأي أهل الاختصاص وتنفيذ توصياتهم بعيداً عن الحزبية والمحاصصات البائسة اللي دمرت البلد وخلت ضميره يصيح من فوق سد وريع دجلة والفرات. اي والله، من فوق سد وريع قلبي بأليسو وغير أليسو. أرحب بكم وأناقش هذه الأزمة اللي مشغولين بها هالأيام، صار يومين وجاي أكثر من شغالنا بالانتخابات ونتائجها، مع الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية. حياك الله دكتور حسن. أهلا ومرحبا أستاذ أحمد. إذا تسمح لي قبل ما نبدأ بالحوار، أريد باسمي وباسم عائلة ملا طلال، باسم قبيلة عتبة، أريد أشكر الشكر الجزيل كل من شاركنا مصابنا خلال الأسبوع الماضي، منهم من تجشى معنا الحضور إلى مجلس العزاء، منهم من أرسل مبعوث، منهم من اتصل هاتفيا، منهم من أرسل رسالة. إلى كل هؤلاء الذوات، إلى أمراء وشيوخ ووجهاء قبائلنا وعشائرنا الكريمة، أشكركم الشكر الجزيل على هذه الوقفة، وأتمنى لكم حياة كريمة وعمر مديد لكم ولأقربائكم ولأحبائكم. وبهالمناسبة أريد أؤكد قضية مهمة، أنه التحقيقات الأولية بالحادث تشير إلى أنه طبيعة الحادث جنائية ما إلها أي ربط سواء بالبرنامج أو بالحقائق اللي كشفها البرنامج أو بنشاط الإعلامي، وأبداً ما إلها أي علاقة أيضاً بالنشاط السياسي لأخي وابن عمي السيد محمود ملا طلال محافظ واسط. التحقيقات الأولية تشير أنه الحادث جنائي، ونحمد الله ونشكره على أمره وعلى حكمه. أكرر شكري لكم جميعاً، وإن شاء الله ما تشوفون مكروه. أحييك دكتور حسن مرة ثانية، وأتساءل أنه في لقاء سابق وياك قلت أنه سد أليسو كان المفروض ينملي من قبل السلطات التركية بالآذار. نعم. وبناء على تدخل الحكومة العراقية، يمكن زيارتك أو زيارة سيد علي بن يلدرم إلى بغداد ذيك الفترة، طلبت منهم التأجيل 3 أشهر، فصار ملي هذا السد، أجلته 3 أشهر إلى 1/6، يعني البارحة بدأ. شنو علاقة ملء سد أليسو بما جاي نعيشه حاليا؟ نعم، يا شكرا أستاذ أحمد. أنا أيضا أحب أن أكرر تعزيتي لحضرتك وللأستاذ محمود بهذا المصاب اللي ألم بكم، إن شاء الله يكون آخر الأحزان. إحنا لحد هذه اللحظة أستاذ أحمد لا توجد علاقة مباشرة بين ملء سد أليسو ومناسيب نهر دجلة، لأنه الملء بدأ البارحة والإيرادات عموما يعني قليلة،
وحتى لو كانت كثيرة فتأثيرها راح يحتاج إلى أسابيع قبل أن نلمس في بغداد، لأنه مسافة كبيرة جدا وهناك يعني وقت طويل حتى يصير تأثيره، طويل نسبيا يعني أسابيع. ولكن هل أسابيع يلا يبدي تأثير الملء؟ نعم، على مناسيب المياه في بغداد. في بغداد مناسيب المياه يطول. اكو شغله، ايش قد يطول وايش قد راح ياخذ؟ 12 مليار متر مكعب، 11 مليار، مثل حجم سد الموصل. هو نفس الحجم، مثل نفس الحجم. زين، بس احنا لازم نتذكر انه مناسيب نهر دجله جنوب سد الموصل هي مناسيب مسيطر عليها، يعني هي اطلاقات، احنا نطلق الخزين المائي من سد الموصل، واذا نطلق كثيرا ترفع المناسيب، اذا نطلق اقل تقل المناسيب اعتمادا على حاجاتنا الإروائية والزراعية ومياه الشرب. فهذه عملية مسيطرة عليها وليست طبيعية، لهذا السبب ماكو علاقة مباشرة الآن بين المناسيب وإجراء سد أليسو. أما هل راح يكون لسد أليسو تأثير على إيراداتنا المائية؟ طبعا طبعا، لأنه المياه اللي كانت تأتينا بدون عوائق الآن تأثيره ينحصر بس بالمدة الكافية لملأ بال 12 مليار متر مكعب له. هذه أخطر فترة، لأن هذه إحنا ما نعرفها، يعني إيش قد تطول؟ ممكن نتفق عليها، إذا سنة شحيحة مثل هذه السنة راح تطول أكثر من سنة، يعني ربما إذا السنة المقبلة مثل هذه السنة شحيحة ما راح ينملئ السد، وأما إذا كان السنة فيضانية ممكن ينمل خلال سنة واحدة ويصير بعدين التشغيل الاعتيادي، وهم منا إلى حوالي 10 سنوات الأتراك باعتقادي راح يستفيدون من سد أليسو لتوليد الطاقة الكهربائية، وبهذه الحالة المياه عندما تطلق تأتينا يعني إلى العراق. ما بعد ذلك عندهم مشاريع استصلاح وعندهم سدود أخرى صغيرة أصغر حجماً يعني تنفذ، لكن هذا يحتاج مدى زمني أكبر. إحنا نأمل خلال هذا المدى الزمني الطويل أن ننهض بالقطاع المائي بالعراق بحيث يكون يعني نظام كفو، أنه نؤمن مياه الشرب للناس بطريقة معينة، ننهض بالقطاع الزراعي أن يتحول إلى أنظمة. دكتور، اللي فهمته من حضرتك لحد الآن أنه ما نعيشه من أزمة ماء الآن ما لها علاقة لحد الآن بملأ سد أليسو. صحيح، بعد تأثيراتها ما جاية. صحيح. زين، ملأ سد أليسو عفوا ممكن أن يستمر عام كامل في حالة الوفرة المائية، أو أقل أو أكثر أو أقل. وفي حالة شحة المياه وشحة يستمر الأمطار أطول، قد يستمر أطول. ولكن هناك قضية واحدة، الآن الأتراك يريدون أن يملأوا السد إلى ما يسمى بالخزين الميت، يعني الخزين الذي لا يتحرك يبقى، ما بعد ذلك بالإمكان استخدامه لتوليد الطاقة الكهربائية. فإحنا نأمل أن ما تكون مشكلة يعني كبيرة جدا. أعتقد يحتاجون خزين الميت لسد أليسو حوالي 3 مليار متر مكعب، هذه إذا كان أجواء معتدلة أعتقد يعني إن شاء الله بسرعة هذا يتم. بعد ذلك عندما يبدأون بتوليد الطاقة الكهربائية تأتي هذه المياه. أنا لا أريد أن أقلل من حجم المشكلة، ولكن أريد أن أوضح، أريد نوصفها حتى قدر الإمكان أنه إذا أنا وياكس قدرنا نخلي الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل إيجاد حلول. يعني تبدو هسه بقد ما طلعت أنا من ردود فعل تبدو الأمور رايحين إلى كارثة مائية إن بقينا بس نتفرج واللوم ونحكي. يا أنا ما أعتقد إنه إحنا بس نتفرج، أنا أيضا أعتقد بأن هناك حملة يعني منظمة على هذه المسألة. أنا أقدر هذا القلق، أنا أيضا قلق مثل الزملاء والمواطنين الآخرين على هذا الوضع، ولكن بنفس الوقت أنا شخص مسؤول عن ملف معين، وبالتالي قراراتي يجب أن تبنى على اعتبارات معينة، على مبادئ معينة. أنا أعتقد لحد هذه اللحظة قرارات الوزارة هي قرارات مهنية مبنية على حقائق فنية وعلمية حقيقية. قبل ما نجي للداخل، قبل ما نجي للوزارة، قبل ما نجي اللي مطلوب من عندنا، خلينا بعد على الحدود تركيا وإيران. نعم. هل جاي تعطينا حصتنا وفق الاتفاقات الدولية لو جاي تتعدى عليها؟ أخ أحمد، يعني هذا السؤال وليس سهلا، لأنه فشيء غير متحقق على الأرض، لأنه إحنا الآن ما متفقين مع الجيران
على هذه الحصص، فبالتالي إيش قد هي حصتنا وإيش قد حصتهم بعدها غير معرفة. إحنا اللي نعرفه أن كل هذه المياه كانت مياه تأتي إلى العراق كلها برمتها، لم تكن للآخرين حصص منذ الثمانينات، الحقيقة وسط السبعين فما فوق، 76 فما فوق، أصبح أنشأت الدول، تركيا بالذات سلسلة من السدود، وسوريا أيضا أنشأت سدين. تركيا على منابع على الفرات، لا على الفرات، تركيا على الفرات أيضا، نعم على دجلة لحد الآن تركيا فقط أسد أليسو اللي أليسو اللي البارحة دخل بال دخل بالخدمة يعني بالخدمة رايت. هذه أدخلت عوامل جديدة على الأشياء، فبالتالي أصبحت المياه التي تجري بالفرات هي المياه التي يطلقها الأتراك من سدودهم ثم السوريين من سدودهم، وعدا الأمطار اللي تقع في مناطقنا وكذا هي تجينا بشكل عدم وجود اتفاق، وكذلك بالنسبة للزاب الأسفل بالنسبة لإيران. بالنسبة لإيران الفرق بين هذا، عموما الإيرانيين طوروا سلسلة السدود في أعالي الزاب الأسفل ونهر ديالة ما بعد 2003، هذا الفرق. زين. وكذلك بالنسبة إلى سد الكرخة يعني في الجنوب، والسدود المقامة على على نهر على نهر الكارون. من يتحمل عدم وجود اتفاقيات دولية في هذه القضية الحساسة والمهمة بين العراق وتركيا من جانب، العراق وحتى سوريا، والعراق وإيران، من اللي يتحملها؟ نعم، منذ يعني منذ أن وعيت أنا على هذا الأمر، العراق كان يطالب بتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لقسمة المياه. تركيا كانت ترفض، ولحد هذه اللحظة نحن نطالب أيضا بنفس الشيء، نطالب أن يصير اتفاق طويل الأمد لقسمة المياه. الأمر الاتفاق أخي أحمد، الاتفاق فيه أطراف، يعني أنت ما تتفق مع نفسك، أنت تتفق مع شخص أو مع طرف آخر، هذا الطرف من الممكن يكون صديق ومن الممكن يكون خصم، فإذا لم تتولد الرغبة لدى الطرف المقابل ما يصير اتفاق. ولكن عدم وجود هذا الاتفاق لا يخلي مسؤولية الطرف الآخر، ولا يمنعك من أنه تواصل العمل والضغط باتجاه هذه القضية. من خلال تواصلك مع الدولتين حسيت أنه عندهم رغبة أنه يبقى الأمر كما هو عليه بدون اتفاق حتى ما تلزمهم أمام المجتمع الدولي؟ أنا أعتقد الأمر هكذا، أعتقد الأمر هكذا، ولكن القانون الدولي والوضع الدولي هو طرف ثالث. القضية الأكثر أهمية هو الاتفاق الثنائي. كيف تعتبر طرف ثالث ومحايد وهناك قوانين دولية تضمن حصص الدول المتشاطئة كلها على كل أنها؟ هذا صحيح. هذه القوانين موجودة، وهذه القوانين تنصف مواقفنا، وإحنا إذا نريد نستند إلى هذه القوانين، إحنا في حواراتنا نستند إلى هذه القوانين، في محاضراتنا وعلاقاتنا مع الخارج، فكل نشاطنا نستند على هذه القوانين وندعو إلى التعرف على مشاكل العراق في ظل هذه مبادئ القانون الدولي. هذا نشاطنا اليومي اللي إحنا ما ننساه ولا لحظة في أي مكان، في أي مؤتمر دولي، وهناك تعاطف كبير جدا مع العراق. الآن عملية الاستفادة من هذا الوضع يجب أن توفر عوامل أخرى، يجب أن توفر أولا أما رغبة أو إجبار الطرف الآخر. إجبار ما يصير بهذه الحوارات، لأنه معناه لازم حرب، والحرب يعني مو ليش حرب؟ إذا أنا قانون دولي يسندني، نعم، وأكو محاكم ممكن أن تكون هي خلينا نقول اللي تحسم النزاع بيني وبين هاي الدول، طيب ليش أضطر للحرب؟ طيب ممكن أن نروح إلى محكمة لاهاي الجنائية الدولية ونقدم شكوى، وهذا معقول، ولكن تقديم هذه الشكوى أولاً المحكمة ما راح تأخذ قرار بهذا الأمر بشكل سريع على سبيل المثال. ثانياً المحكمة راح تسأل تقول شنو هو الاتفاق الذي خرق بيناتكم وأنت تريد تأخذ هذا الطرف إلى هذه المحكمة. أما من حيث المبادئ لا، المبادئ تنصفنا، بس احنا لازم نقدم وثائق. مثل الجريمة، عندما ترتكب جريمة احنا نعرف انه اكو قتيل واكو جريمة واكو شخص كان واقف، ولكن كيف تثبت انه هذا الذي ارتكب؟ يجب ان تقدم وثائق معينة لتثبت هذا. احنا فرضا اذا بيناتنا اتفاق ثنائي
على قسمة المياه على سبيل المثال 50-50، ولكن إحنا لمدة 10 سنوات هم يأخذون 90% وإحنا 10%. أنا ذاك نقدر نشتكي بعد أنه نحاول أن نتفاوض وإلى آخرين، نقول يا بهذا اتفاقنا. معنى كلامك هذا أنه المياه داخل العراق هي غير مساوية لحصته القانونية والشرعية في نهر دجلة ونهر الفرات. أكو معايير باتفاقية أنا أعرف اسمها باللغة الإنجليزية بس إحنا نسميها اتفاقية الأمم المتحدة 97 المعنية بالأنهار العابرة للحدود. هذه فيها معايير، المادة السادسة تثبت المعايير اللي في ضوءها ممكن تحديد حصص الدول المعنية، ولكن هذه فقط تتوفر إذا كانت الساحة والعلاقة علاقة شفافة وحقيقية وتعشيق اقتصادي. ممكن هذا اللي يحصل على سبيل المثال بين كندا والولايات المتحدة على سبيل المثال، لكن احنا والجارة ايران واحنا والجارة تركيا اكو اعتبارات عديدة اخرى بالمنطقة بالاقليم ما يسمح بوجود هذه المسألة. ولهذا احنا نعتقد انه بدل من نروح الى طرف ثالث نعتقد انه بالامكان التوصل مع الطرفين الجارين الان علاقات طيبة وياهم أن توصل إلى اتفاقات تحفظ حقوق الطرفين. زين، اللي جاي نعاني حالياً ما وصلنا له من شحة، شكل نهر الفرات يبكي، شكل نهر دجلة يبكي. اليوم أسمع أكو شكوى بالناصرية إنه مياه الأهوار بدأت جريان عكسي. بدأت جريان عكسي لأن كمية المياه اللي فايتها بالفرات قليلة. مياه الأهوار بدأت. بس هذه هي الحالة الطبيعية منذ تشكل الأهوار، يعني عندما يزيد منسوب الأنهار تغذي الأهوار، وعندما تقل منسوب الأنهار تتغذى بشكل أكثر. هذه ليست ظاهرة جديدة، قلت بطريقة أرعبت الناس. نعم. يعني هسه مو بس الفلاحين. نعم. واصل الموضوع إلى التفكير بمياه الشرب. نعم. اشرب قهوتك برد. هاي أكو ذبانة ضوجتني هنا. نعم. قهوتك. أي. تريد مي قبل القهوة؟ اي هذا فارغ. ما بي. لا ما فارغ. مشكلة ما مشكلة خلينا نحكي. لا مو احنا من هسه شحة مائية يعني حتى بال من هسه بدينا احنا شوية نقتصد بالمي لان مرعوبين. لا ان شاء الله ما يعني المفروض يعني الاشياء والبوستات والمنشورات مخيفة مرعبة. كافي؟ اي كافي. لا حقيقة انا هذا تعمدت اسوي مشهد. نعم. كافي؟ جيد جدا. زين ايه تعمدت اسوي هذا المشهد حتى ايه ارسل رساله انذار كبيره انه حتى مياه الشرب في خطر. اي يعني احنا الدرجة يحتاج لنا شغل عليها الى هذه الدرجه خاصه ايه واحنا متعودين نغسل سياراتنا بالباب. نعم. ومتعودين العصريات كلها الرش بحدائقنا والرش زين. اكو دلال مدللين ايش صارنا مدللين. نعم. مدللين هاي صارنا من آلاف السنين. نعم صحيح. مدللين. أي. صحيح. خلينا نرجع للداخل الآن. بس هذه أنا أشجعها هاي الممارسة، يعني كل من يأخذ حصته اللي تكفيه. أي. بدون هدر وبدون فائض. هذه إذا نقدمها يعني إذا نعممها على نطاق. أشوف لي هذا المي يكفيك هذا ماكو حتى. ما مشكلة هذا حتى إذا ما يكفيني راح أقول لك يكفيني. زين. شنو المتوقع بالداخل دكتور؟ نعم المتوقع من أزمة المياه بالداخل. بالداخل السنوات القادمة. أي أستاذ أحمد إحنا هسه إحنا معنيين بهذه الصيفية لأنه نظامنا المائي وأنا قلتها أكثر من مرة بما فيها في برنامجك إحنا دائما نستهدف إيراداتنا المائية خزيننا المائي في يوم واحد حزيران من كل سنة ونخطط 12 شهر مقبل. زين. إحنا هسه المفروض طبعا نخطط إلى فترة أطول. وإحنا خططنا إلى فترة أطول عن طريق استراتيجية المياه والأراضي الموجودة عندنا واللي المفروض إحنا نبدأ بتنفيذها، ولكن عاق هذا التنفيذ السيولة المالية يعني غير المتوفرة. بس إحنا الآن معنيين بفترة الصيف وعندنا هذه خطة معالجة الشحة المائية اللي أقرت في نوفمبر شهر 11 من عام 2017 ووافق عليه السيد رئيس الوزراء، والآن إحنا يعني هي المفروض خطة تحت التنفيذ. هذه تشمل مهمات كل المؤسسات العراقية المعنية مو فقط وزارة الموارد المائية. عندنا حوالي 10-12 مشروع ضمن هذين 24 احنا اغلبها اما نفذت او تحت التنفيذ، واخرها يوم الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء قرر تمويل محطة ضخ عائمة على بحيرة الثرثار من اجل
أن نسند يعني نظامنا المالي. خلينا نحكي بالأرقام. إيش قد عندك خزين بسد الموصل؟ إيش قد عندك خزين بحديثة؟ إيش قد عندك خزين بالثرثار؟ نعم الآن مجموع الخزين هذا نسميه الخزين الحي، هو أكو خزين ميت إحنا ما نقدر هذا زين. هاي المحطة اللي حكيت عليها بالثرثار راح نستفيد من الخزين الميت على الأقل 3-4 مليار زين. الخزين الحي بهذه اللحظة اليوم هو 17 مليار متر مكعب زين. هذا ال 17 أقل من خزيننا العام الماضي بنفس هذا الوقت ب 8 مليار. كان 25؟ كان 25 زين. نعم وقبلها طبعا في أوقات كان يصير 100، أوقات أخرى 70، يعني 60 والخمسين اعتيادي. إحنا حاجتنا بالعراق حتى نكون مكتفين لكل الاستخدامات هو 50. إحنا يجب أن نضمن 50 مليار متر مكعب في نظامنا المائي سنوياً، يعني يوم 1/6 من كل شهر. هذا الآن مدى يتحقق لأنه المياه التي كانت تأتينا ونخزنها صارت تخزن في سدود أخرى. والآن إضافة إلى السدود القائمة يضاف لها سد أليسو. فاحنا مو ما نعرف هذه الشغله، يعني احنا نعرفها بس هي الحلول المتاحه امام يعني امامنا. احنا يجب ان نكون ايضا واقعيين. نحكي سياسه شويه. سد أليسو السياسه ايضا محدد. سد أليسو ليش تاجل 3 اشهر؟ ها سد أليسو ليش تاجل من 1/3 الى 1/6؟ لانه من 1/3 الى 1/6 هي اعلى ايرادات ممكن تحصل بالنهر خلال السنه، 70% من ايرادات النهر. هم ذا بادئين من باب او لا خليهم يملون سدهم بذيك الوفره الماليه، مو هسه يملون no, سدهم. لا لا بالعكس. ليش ما تقولون تزامنت مع حمله انتخابيه؟ لا 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 بالعكس. اخي احمد شوف احنا حتى هاي الازمه ما تطلع ضد الحكومه ورئيس الحكومه وغيرها ابدا. ماكو مؤامرات. شوف ماكو مؤامره، ماكو مؤامره ابدا. بالعكس احنا الان بالرغم من انه هذه الايرادات مع الاذار الى حزيران تحققت عندنا، احنا خزيننا المائي ضعيف زي. أنت تخيل لو هذه الثلاثة مليار اللي حققناها خلال آذار إلى حزيران هي ما موجودة عندنا، يعني كان وضعنا يكون بائس جدا. يعني ليه أنا مدى أفهم ليش واحد يربط بهاي؟ ليش يعني هي مؤامرة؟ يعني آذار ونيسان شهدنا أمطار وأمطار غزيرة جدا، يعني فيضانات وغير. لا مو شديدة جدا، يعني صار كم فيضان وشوية سيول بس قليلة جدا هذه قياسا بحاجات العراق. ويعني أدت مهمتها، يعني عندنا سدود صغيرة على الجهة الشرقية، يعني سد الشهابي والقلال بدرة وكذا انملت وإحنا دا نستخدمها يعني الآن جيد. والزايد هو راح أنا الآن، أنا الآن أحكي ويا وزير موارد مائية من سنتين، من سنتين بس مو 16 شهر ما صار سنتين بعد 3 أشهر 16 شهر الثامن أين صار لك سنة وتسعة أشهر مو من الإنصاف أحملك مسؤولية كل هاي يعني الأزمة الكبيرة اللي نمر بها مو من الإنصاف، لكن مسؤوليتك تكمن في بيان الحالة حاليا، مسؤوليتك تكمن في إيجاد الحلول الواقعية وإجبار قدر إمكانك إجبار مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة حتى يعني على الأقل على الأقل نوفر مياه شرب هالصيف إلى أن نفكر بموسم الرواء الشتوي القادم، إلى أن نأمن لأجيالنا القادمة مياه نهري دجلة والفرات الخالدان. قبل كنا نسمي ظهر كنا متوهمين. لا لا ما أعتقد متوهمين، يعني راح تبقى المياه هذه سنة شحيحة مثل هذه السنة احنا شفنا عام 1999 مثل هذه السنة شفنا بعام 1976. أنا أتذكر كنت شاب صغير أيضا نعبر نهر الفرات مشيا على الأقدام عندما يعني ملئ سد كيبان وسد الطبقة السوري. وقبل بناء السدود كانت تمر حالات شحيحة جدا، يعني هذا جزء من النظام الطبيعي من الأنهار. بس أنا أتبنى ما تفضلت به أنت وإن شاء الله يسمعوك أيضا، وأنا أقول أنا أتبنى ما قاله السيد أحمد ملا طلال من أجل توفير كل ما نحتاجه لتأمين مياه الشرب ولتجه. شنو اللي نحتاجه؟ إحنا أول شيء نحتاجه أن يكون موقفنا متماسك، يعني كحكومة وكمجتمع. إحنا ما أعتقد ينفع أنه إحنا نلقي اللوم على جهة أو على شخص أو على حكومة في ظل أزمة حقيقية يعيشها البلد. إحنا إذا تجاوزنا هذه الأزمة نقدر بعدين نقعد نتحاسب. إحنا المفروض إمكانياتنا وطاقاتنا تصير قوية متراكمة حتى من نحكي ويا الجيران هناك، عندما يروح مفاوض أو يروح وزير أو يروح كذا هناك من يقف خلفه يستطيع أن يقف
بقوة إذا يعني سواء كان يعني الأطراف الأخرى من أجل التوصل إلى اتفاقات أو التوصل إلى أو فرض رغبة العراق. بنفس الوقت اللي نحتاجه أيضا أنه تمويل، إحنا نحتاج مشاريع مصر بدون تمويل. قبل التمويل، هل تعتقد أنه تركيا وإيران يستخدم الموضوع الموي سياسيا من أجل فرض رؤى سياسية داخل البلد، أجندة سياسية؟ أستاذ أحمد أنا لحد هذه اللحظة والله أنا بالنسبة لي دا أحكي أنا يعني رجب طيب أردوغان، أنا بالنسبة لي ما أنطيكم قطرة مي إذا ما تقضولي على حزب العمال كردستان البكك. ممكن يصير هيك شيء؟ يعني شوف أستاذ أنا دا أحكي سياسي. أي يعني أنا مو سياسي، ما رشحت وأنا ما متمسك يعني بكرسي أو كذا، بس طالما أنا باقي بهذا المنصب أنا معني بإدامة العلاقة مع الطرف التركي والطرف الإيراني على أحسن ما يرام، بغض النظر عما أنا أفكره أو يدور بذهني. أنا إدامة هذه العلاقة ما تسمح لي بالحديث بآراء الشخصية البحتة إذا مواضيع حساسة مصلحة البلد. انطيني آراء مجلس الوزراء، ها انطيني باكر من تقعدونك واجتماع لمجلس الأمن الوطني برئاسة الدكتور حيدر العبادي وعضويتك وعضوية وزراء آخرين. باشر هذا الموضوع ينطرح لو ما ينطرح. طيب أكو سياسة، أكو استغلال من قبل تركيا وإيران لموضوع المياه من أجل فرض أجندات سياسية بالبلد لو لا؟ أنت بالإمكان أن تسأل سياسي آخر يجاوبك. أنا راح أقول لك شنو موقف الحكومة. موقف الحكومة، موقف السيد العبادي، أنا آخر زيارة إلى تركيا يعني طلب السيد العبادي قعدنا يعني حكينا شنو موقفنا. إحنا معنيين بتحقيق مصالح اقتصادية لتركيا في التبادل التجاري العراقي، لأن هذا أيضا يخدم مصلحتنا. من أكبر الشركاء التجاريين بالعراق هو تركيا، فأكو مصلحة حقيقية لتركيا وللعراق بهذا التبادل التجاري. الآن إحنا عدنا على سبيل المثال النفط، غير أنت تقصد النفط تسمعني لو تباوع أنت بالهذا. النفط إحنا نفط ننتجه حتى نشربه لو حتى نبيعه. احنا من مصلحتنا ايضا ان نبيع على تركيا وايران واي دوله اخرى. هذا هناك حاجه حقيقيه للنفط والطاقه العراقيه لدى تركيا، وهناك مياه ومعرف ايش في تركيا، احنا في حاجه حقيقيه لها. فشنو اللي يمنع من تعشيق هذا الامر بحيث يكون تعاون اقتصادي شامل يحقق منفعات الطرفين؟ ايضا انا لو مفاوض تركي أسد عليكم المي لحد ما تسوي البرميل، مو كان ب60 انطوني اياه ب30. ما يشتغل هذا ويانا، يعني إرادة الحكومة. السيد برميل العبادي قالها بوضوح، برميل ما مقابل برميل نفط. السيد العبادي قالها بوضوح وأنا أيضا أقولها بوضوح، أنه لا يمكن الاقتراب من فكرة تبادل النفط مقابل الماء، هذا غير مقبول وغير مطروح. ولحد هذه اللحظة بالمناسبة الأتراك في مفاوضاتنا ما طرحوا هذا حتى واحد يكون منصف يعني. بس هل هناك رغبة تركية بالاستفادة من النفط العراقي؟ طبعا. هل لدينا احنا رغبة بانه يصدر هذا النفط، نفط كركوك ومعروف ايش وهذا؟ اي طبعا. اجي خلينا من 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 علق فشلنا على شماعة الجيران. نعم. داخليا ايش قد سواء هاي الحكومة، الحكومات اللي سبقتها، حكومات ما قبل 2003، ايش قد كان بامكانها أن تعمل على عدم مرورنا ومرور الأجيال القادمة بهكذا مشاكل؟ كان من الممكن تحقيق أشياء مهمة باعتقادي في الفترات اللي كان فيها العراق بلد قوي. وإذا تتذكر حضرتك يعني حكومة سابقة، حكومة صدام حسين، سووا اتفاقات أمنية خطيرة مع تركيا، يعني السماح للجيش التركي بالدخول وكذا. وايضا ما شاء الله من غير اتفاق، وهم اليوم فاته واخذوا لنا قريه اليوم. بس ما انا اجاوبك على يعني شغلات حقيقيه استاذ احمد. كانت عملوا هي الاتفاقات بهذيك، وعمل ايضا اتفاق ال 75 مع ايران الحكومه السابقه، وكانت الحكومه انذاك والعراق كان بلد اقوى. احنا منذ 2003 منذ احتلال الكويت وهذا، من حرب الى حرب الى حرب، احنا ضعفنا عسكريا وضعفنا اقتصاديا. فهذه المسألة بالفترات اللي احنا كان البلد قوي فشل العراق بعقد اتفاقيات. بس هل تقول لي انه ما كانت اكو رغبة عند العراق؟ كانت طبعا اكو رغبة، ولكن اولويات النظام السابق كانت امنية وكذا. احنا عندنا رغبة شديدة، هذه امكانياتنا المتاحة، لن نتنازل عن حقوقنا قيد املة، ولن نتنازل عن قطرة واحدة من حقوق العراق المائية. واعتقد انه هناك امكانية للتوصل الى اتفاق
طويل الأمد مع تركيا في ظل هذا بحكم تخصصك دكتور، بحكم تخصصك، وأنا وياك حاكين 2006 عن ملء الأهوار وشون الأهوار لازم أتذكر ذاك اللقاء. تتذكر ذاك اللقاء؟ وصار سنتين من استلمت الوزارة أو سنة وتسعة أشهر من استلمت الوزارة. بالطبيعي بحكم استلامك هيك وزارة مهمة، أولى أولوياتك راح تكون شلون أمن، أسوي الأمن المائي للعراق. شنو اللي سويته بهاي السنة ونص أو سنة وثمان تسعة أشهر؟ شنو اللي سويته على المستوى الشخصي؟ نعم، سؤال جيد. أنا أقول لك إحنا بالوزارة عندما أجيت أنا لقيت طبعاً وزارة مكبلة بمشاريع غير مكتملة بسبب الانهيار المفاجئ بالمشاريع، ويعني بالتمويل، فالمشاريع كانت موقفة، فهذا أصبحت بالضرورة أولوية. زين. لقيت أيضاً الوزارة مكبلة بوضعية سد الموصل والمخاطر والتهويل اللي يشبه التهويل الحالي كان عن احتمالات انهيار سد الموصل. الوضع الآن اختلف تماماً، المشاريع غير المكتملة على قسم منها اكتمل وقسم في طور الإكمال. قضية الأهوار الآن، الأهوار العراقية، لا ما أحكي عن إنجازات، أحكي عن هالقضية بالتحديد. هالقضية بالتحديد أي أمن الماء، هذه إنجازات حقيقية طبعاً. الآن إحنا وضعنا وعلاقتنا وعملنا في سد الموصل من خلال الشراكة مع الإيطاليين والأمريكان. الآن سلامة سد الموصل ازدادت كثير جدا عما كان مطروح. الآن غير مطروح، ما تشوفه لا بالسوشيال ميديا ولا بالصحافة مخاطر انهيار سد الموصل على سبيل المثال. طريقة العمل بالوزارة أيضا اختلفت الآن. وزارة احنا القرارات بخصوص تأمين المياه دكتور، بخصوص تأمين المياه الكافية، يعني واجبك انه تحافظ على سد الموصل وتحافظ على السدود الأخرى، وبعد الزلزال تشوف سد أوكان، هذا واجبك بخصوص تأمين المياه. نعم. خلال هالسنتين شنو الخطوات اللي ممكن يسويها دكتور أو سواها دكتور حسن حتى تأمنها؟ نعم، القياس هو نجاح الخطط الزراعية الثلاثة الماضية. يعني خطتين شتوية كان إنجاز أكثر من 100%، وزراعة 5 ملايين دونم بالخطة الأولى، 4,600,000 بالشتوية الماضية، ومليون و600,000 يعني بالصيفية. هذا حسن، أنا فلاح ترى. هذا تبذير مياه مو تأمين مياه. لا أنا لا أقصد تبذير مياه. لا أبدا. الآن شوف أخي أحمد، إحنا ما نستخدم المياه، إحنا كوزارة ما نستخدم المياه. إحنا ندير المياه تمام. إحنا نقول هذا الصندوق، هذا النظام بهذه الكمية من المياه. الآن مستخدمي المياه متعددين، اللي يستخدموه لأغراض الزراعة، أغراض البيئة، أغراض أمانة العاصمة، البلديات، كل المحافظات. هنا هو السؤال، يعني هم زملائنا اللي موجودين بهذه المؤسسات معنيين أيضا بتطوير وسائل أكثر كفاءة باستخدامات هذه المياه. إحنا نقول من زمان، وهذه حقيقة، إيراداتنا من المياه تقل، وبالتالي استخدامنا للمياه يجب أن يتناسب مع هذه الإيرادات، بمعنى أنه نستخدم نفس كمية المياه ننتج بها يعني إنتاج أكبر، أو نفس الإنتاج بكمية مياه أقل. بس هذا عمل تكاملي. إحنا عندنا سدود نديرها، نخزن بها، إحنا نقدر نتفاوض، إحنا ندير الماء قبل، إحنا ندير الماء قبل ما يوصل للمستخدم مباشرة. هناك وزارات وسطية مثل الزراعة والبلديات ولا يعملون يعني مياه الشرب معنية عنها وزارة مختلفة. بالصدق اللي يعرفه عنك، هل نحن في خطر؟ هذه السنة عندنا صعوبات جدية، بس احنا الان مؤمنين مياه الشرب ومؤمنين بدبلوماسيتك المعروفة. صعوبات جدية يعني نحن في خطر. شوف اخي احمد، انا دا احكي عن شحة مائية. هذه سنة شحيحة، انا ما اكذب وما اريد تكون عندي شعبية وما اريد يعاد انتخابي يعني هذه الشغلات بعيدة عندما اقول هذا الكلام. أنا أقول لأنه مسؤولية الموقع اللي أنا بيحتم أن أكون صادق وصريح. أحياناً بعض الصدق يكون صادم ولكن هو حقيقي. الآن أنا دا أقول لك إحنا راح نتجاوز هذا الصيفية في مجال مياه الشرب، تأمين مياه الشرب، وتأمين 50% من الخطة الصيفية، وتأمين خطة الصيفية الزراعية. الزراعية يعني شلب أكو سنة شلب. أنا أعتقد الشلب يجوز ما يقدرون يعني، بس هذا مو قرار إحنا نتخذه. جيد. ذرة صفراء أكو سنة؟ الذرة يمكن يزرعون أو كذا، هذا القضية ما تسألني عليها.
أنا غير معني بنوعية المحسوب. أنت عضو في مجلس أمن وزاري باكر راح يجتمع. نعم. ولازم يكون لك رأي في هذا الموضوع. وياك وزير الزراعة. أي وزير الزراعة. وزير الأعمار والبلديات. وزير الزراعة. رئيس وزراء. وزير الزراعة عنده رأي. أنا أكيف طبعاً الزراعة. أنت تتخيل وزير يعني يريد يفشل يعني يفشل الخطة الزراعية مثلاً؟ بس أنا يهمني أيضاً مصلحة المجتمع. أنا لما أقول النظام المائي به هلقد. طيب. احنا نقدر نستخدم بالديوانية يقدرون يستخدمون كذا بالنجف كذا بالناصرية كذا بالعمارة كذا هذه احنا نقدر نقول هذه الارقام واحنا نتحكم بها اما استخداماتها طبعا اخرين يستخدمون جيد بعد كل هاي الرسائل خلينا نقول المحبطة اللي وصلناها للجمهور انا ما اعتقد محبطة ليش ما تسميها حقيقية هي الحقيقة محبطة هنا المشكلة لا بس احنا نقدر نوصل لهم رسالة إيجابية خلينا نقول احنا شعب زي. احنا شعب تعرض الى مصاعب جدية ونهض تعرف العراقيين ايش قد يعشقون دش دور الفرات يعشقوها عشق طبعا يعني مو بس اللي يزرع ترى ولا اللي يشرب مي حتى اللي يسبح بدش دور اي طبعا حتى اللي يتمشي العصريات على دش دور الفرات يعشق نعم زين الموضوع سواء سد اديسو سدود اخرى على نهر الفرات سدود اخرى إذا اجت سنوات رطبة جدا هل تحللنا المعضلة هاي؟ تحللنا طبعا تحللنا المعضلة تحللنا يعني الماء لا يمكن أن تحتفظ به تركيا طبعًا. أو تحتفظ به سوريا أو إيران يجب أن تطلقه طبعا طبعا إذن مو بالضرورة تطلقه يعني برغبتها أو فشلها لازم نرفع كف الدعاء للباري مثلا هذا سنوات ممطرة لا أنا ما أريد تنتهي وياي بهاي التشاؤم يعني انت انسان ذكي يعني دير الحوارات وكذا انا ما اريد اوصل رسائل محبطه انا اوصل رسائل حقيقيه بس بنفس الوقت انا ما متشائم انا متفائل بس احنا بحاجه الى ان ندعم بعضنا بهذا الطريق يعني انا من اروح الى تركيا لازم ظهري محمي ظهري قوي ايضا يعني مو فقط انا كشخص مو فقط انا كشخص عندما يروح وزير الى ايران الى تركيا الى السعوديه يجب أن يمثل إرادة الناس جيد بس معلوماتي أنه بالأروقة الداخلية تسعى لولاية ثانية لوزارة الموارد المائية أني؟ لا أبداً هذا مو صحيح الكلام أو يجوز أحد يسعى لتوليك يعني أني أشكر من يسعى بس أني لم أتحدث ولم أطلب ولم أنا موظف حكومي جيد لم أرشح ولم أسوي يعني كثير من الشغلات اللي هذا بس المهمات اللي تناط اللي احاول ان اكون ناجح بها انا بدي اشكرك شكر جزيل دكتور حسن الجناب وزير الموارد المائيه على هذا الحوار الصريح اشكرك استاذ احمد اما الان فتشاهدون مجلس النواب نصف يشكك ونصف يشكل اكيد سامعين بشيء اسمه معركة كسر عظم هذا اللي جاي يصير بين البرلمان اللي جاي يعيش آخر أيامه وبين خصومه نقول البرلمان كناية عن 168 نائب نجحوا أخيراً بعقد جلسة استثنائية صوتوا بيها على إلغاء نتائج محطات الخارج والنازحين وإعادة عدوى فرز 10% من النتائج يدوياً هذا المجلس دخل بإيراد ومصرف وكسر إرادة مع مفوضية الانتخابات من جهة وقوة سياسية مقتنعة بالنتائج من جهة ثانية وأخيرا رئاسة الجمهورية من جهة ثالثة رئاسة الجمهورية صدرت بيان قالت بيه أنه فؤاد معصوم جاي يتابع التطورات المستجدة بشأن نتائج الانتخابات والاتهامات بحصول خروقات ولهذا دعا كافة الهيئات والجهات المعنية بما فيها المفوضية أن تلتزم بأحكام الدستور والقوانين النافذة بخصوص النظر بالطعون موقف قيل إنه مو لله بالله ولا من اختصاص رئيس الجمهورية قدر ما هو اختصاص القضاء لذلك بعض القوى اعتبرت البيان حزبي وعبر به معصوم عن رأي الاتحاد الوطني الكردستاني كون الاتحاد مستفيد من النتائج ومتهم ببعض الخروقات الدليل على حزبية البيان هو إعلان كتلة اليكتي عن عزمها الطعن عند المحكمة الاتحادية العليا بالقرار النيابي اللي اتخذه مجلس النواب كون البرلمان استند إلى قانون لا وجود له والجلسة اللي انعقدت أساساً مشكوك بنصابها هي هاي معركة كسر عظم اللي قلنا لكم عنها برلمان رايح للتصعيد
وخصوم شرسين يحاولون إجهاض محاولاته. المفوضية نفسها هونت الموضوع وقالت إنه الانتخابات طبيعية، أما إعادة العدوى الفرز اليدوي بعدها حجة قانونية قوية، وهي أن قانون الانتخابات ما يسمح بأي إعادة يدوية كونه ينص على أن تكون العملية الإلكترونية حصراً. هنا البرلمان ما قال باطل، ردد اللي يدق الباب يردوا له الجواب. الجواب هو أن يعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل يطرح بيها تعديل جديد على قانون الانتخابات للتصويت، وهذا التعديل يتيح العدو الفرز يدوياً. اي نعم، نواب مشرعين وهذا من حقهم الدستوري، هيك يقول لسان حالهم، بل يضيف انه من حقهم ايضا سحب يد اعضاء المفوضيه واحالتهم للقضاء لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصه بالخروقات الانتخابيه. وهذا بالضبط اللي قاله رئيس لجنه تقصي الحقائق النائب عادل نوري للصحفيين اليوم. معركه كسر عظم، اي نعم، اذا سامعين بشيء اسمه معركه كسر عظم فهي هاي، ربك العالم عظمة من تنكسر يوم الأربعاء. نرجع للانتخابات وطلايبها، انتخابات وخروقاتها، انتخابات وتزويرها، المفوضية وإنكارها، المفوضية ودفاعها عن إجراءاتها، رئاسة الجمهورية و وبيان الرأي اللي دزته الاتحادية. أي فارقناهم أسبوع لظرف قاهر وصارت تطورات فيه. خلوني أرحب بالسيد أحمد الجبوري نائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى والمرشح الفائز عن هذه المحافظة. كذلك أرحب بالسيد فارس طه الفارس نائب في البرلمان العراقي عن الأنبار، واللي يقول رح الضحية للتزوير بالأنبار مو سهل. أكيد ضحية للتزوير، واحد من الضحايا، مو ما حد انتخبك، لا واحد من الضحايا. وياهم اللي ما ينتخب ويقول زوره وكذا، اكو نتائج. اكو نتائج بصراحه، النتائج عنت المفوضيه بشكل رسمي. يلا وانا طالب اعاده عدل. خلوني ارحب بالدكتور عبد الحسين الهنداوي اللي انضم لي من لندن، المستشار في رئاسه الجمهوريه، لكن يمكن اكو البعض ناسي انه الدكتور عبد الحسين الهنداوي هو رئيس مجلس مفوضين، أول مفوضية تشكلت بعد 2003 اللي شكلتها الأمم المتحدة. حياك الله دكتور عبد الحسين الهنداوي، وخليني أبدو وياك بما أعرفه عنك من ضمير مهني وضمير إنساني، مقارنة بأدائكم في انتخابات 2005 وأداء المفوضية الحالية، من هي الأفضل؟ تحية لك ولضيفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الشرقية. في الواقع صعب جدا يعني السؤال يطرح علي حتى أفاضل بين عمل ومفوضية وأخرى، بس هناك طبعا فرق كبير. المفوضية الأولى تم تشكيلها من قبل الأمم المتحدة بدون تدخل أي أحزاب أي جهة عراقية. في الواقع في وقتها الأمم المتحدة قدمت أسماء 15 مرشح للمجلس المفوضين، والمجلس الحكم آنذاك كلف الأمم المتحدة باختيار 8 أشخاص. خلنا صيغ السؤال بطريقة أخرى حتى طلعك من الحرج دكتور عبد الحسين، ما مدى ثقتك أو الفرق بين ثقتك بنتائج انتخابات 2005 ونتائج انتخابات 2018؟ حاليا هناك مشكلة كبيرة، يعني خلينا نكون صريحين بهالمسألة، وأيضا هذه الضجة ليست فارغة. في الواقع هناك أسباب حقيقية موجودة، هناك اعترافات حتى من قبل المفوضية، عدد محطات الاقتراع التي ألغيت كبير نسبيا، وأيضا هناك حقيقة حديث حتى قبل الانتخابات حول قضية شراء مراكز، شراء أصوات، تلاعب في هذا المجال أو ذاك، والمفوضية نفسها لم تكن محصنة في هذا المجال من البداية. طبعا أنا أعتقد مجلس المفوضين الحالي أصبح ضحية المجلس النواب في الواقع، لأنه
تم اختياره قبل فترة قصيرة 6 أشهر تقريبا. طيب ليش ما قدمت هذا الرأي كمستشار لرئيس الجمهورية دكتور؟ ليش ما قدمته لرئيس الجمهورية؟ ويعني الرئاسة تبدو أنه ورطت نفسها أنه دزت بين الرأي من أجل إنقاذ المفوضية، دزت بها رأي المحكمة الاتحادية. أعتقد هذا الرأي لو سامع الدكتور فؤاد معصوم كان ما دخل نفسه فيش قضية، والناس ده تحكي وتقول أنه لأن اليكتي وهو قيادي في اليكتي، لأن اليكتي مستفيد من النتائج الحالية، فرئيس الجمهورية قدم بيان الرأي للمحكمة الاتحادية ويريد إجابة بالسرعة الممكنة. رئيس الجمهورية لم ينكر ولم يدافع عن نزاهة الانتخابات. رئيس الجمهورية طرح مسألة محددة وترك الأمر في الواقع للمحكمة الاتحادية، طلب أنه عمل مفوضية يتم حسب القانون، وحتى الشكاوى والطعون تكون حسب القانون، والحكم الأخير راح يكون للقانون أيضا من خلال المحكمة الاتحادية. رئيس الجمهورية لم يدافع عن المفوضية أو عن وجود أخطاء إطلاقا، وهذا الموقف واضح وتم التعبير عنه في البيان الذي صدر أمس أيضا. لكن هذا لا يعني أن رئاسة الجمهورية تريد أن إحقاق الحق حتى بالنسبة لكافة المرشحين الذين يشعرون بالغبن أو بالظلم في هذا المجال. واضح. خلينا نرجع للاستوديو. أستاذ أحمد، أنت رجال فايز، بس كل الجلسات الاستثنائية اللي صارت أو الجلسة الاستثنائية وقتها بعد كنت حاضر، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمشاهدين الكرام، ونجدد التعازي لك بوفاة ابن أخيك، نسأل الله أن يرحمه ويلهمكم الصبر والسلوان. الله يحفظك. أستاذ أحمد، الانتخابات هي جوهر الديمقراطية في العملية السياسية في العراق، وبالتأكيد نحن نحرص على أن نعالج الخروقات الكبيرة التي رافقت العملية الانتخابية. عندما تقوم المفوضية في محافظة نينوى بإلغاء أكثر من 200 محطة من محطات الاقتراع في مخيمات النزوح وربما في التصويت العام والخاص، هذا دليل واضح على أن العملية الانتخابية رافقتها عمليات تلاعب وتزوير. خلاص لغتها، شنو اشتردوا منها بعد إذا لغت؟ لذلك وهناك أيضا هناك يعني خروقات حصلت أثناء العملية الانتخابية في معرض انتخاب التصويت العام والخاص، ونحن عندما يعني طالبنا بالعد والفرز اليدوي هو من أجل إحقاق الحق، وكذلك من أجل أن نذهب إلى أن نقطع الشك باليقين من خلال أن الأصوات التي حصل عليها المرشحين هي أصوات حقيقية وليست أصوات مزورة. قراركم دستوري، قرار مجلس النواب الأخير، يعني دستوري. لنتكلم بوضوح، ابتداء مجلس النواب يراقب كافة مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية التي نص الدستور على أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب. زين، لو فرضنا أن الانتخابات هي جرت لمجالس المحافظات وحصل فيها خروقات، ألا يستدعي ذلك من مجلس النواب أن يقف على الخروقات والتلاعب الذي حصل؟ فبالتأكيد اليوم ما دام مجلس السياقات القانونية بالتأكيد قانون الانتخابات، نعم، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نعم، وفق الإجراءات اللي حددتها المفوضية وفقا للقانون، مو أنا أروح أسوي قرار. خلينا نرجع شوي لورا أستاذ أحمد. إحنا لما وافقنا على الانتخابات في 12 آيار اللي هو مقترح من الحكومة ووضعت 3 شروط من ضمنها استكمال الإجراءات الفنية للمفوضية الانتخابات. لما مفوضية الانتخابات ومجلس والحكومة يكون هناك عدم وجود شركة فاحصة للأجهزة، وهناك عدم ثقة بهذه الأجهزة، وهذا الأمر مضى دون معالجته. اليوم احنا لما ما نتكلم عن مسألة جزئية، نتكلم عن إرادة شعب تأتي بممثلين لها في مجلس النواب، يعني هذا الأمر السكوت عنه حتى لو كان الشخص فائزا أو الكتلة فائزة، هذا بالتأكيد يتنافى مع منظومة القيم. لا بالتأكيد، لا أحييك، لا لا هو طبيعي جدا، والله أحييك فائز وآخرين، لا لا بالمناسبة بس أنا موجود، عشرات الفائزين موجودين. خليني شوية أستعرض بهاي الجزئية أستاذ أحمد. كل الكتل الآن اللي موجودة في الجلسات، يعني كل الكتل الفائزة
يعني اليوم لما نجي على ال 165 نائب المتواجدين من كل الكتل الفائزة وبيهم فائزين وبيهم فائزين يعني ما عدا كتلة الأحرار حتى الأحرار يحضرون اليوم حضروا لا يحضرون يسوون مؤتمرات صحفية يعني يجوز يراقبون لا يسوون مؤتمرات صحفية يسوون زين الأنبار أكثر محافظة صار بها تشكيك أكثر محافظة ذكرت وجدنا معلومات عنها بأنه صارت بها هاي المراكز الوهمية طبعا شو اسمه عدا كردستان اللي صار بكركوك أيضا كانت لكن في محافظاتكم الأنبار كانت أكثر من المحافظات اللي تعرضت لهكذا عمليات بالنتيجة إذا ما تستطيعون يوم الأربعاء أن تصوتون على تعديل قانون الانتخابات وتضيفون فقرة العدو الفرز اليدوي أنا سألت قانونيين المحكمة الاتحادية راح تطعن بقرار مجلس النواب اللي طلب رئيس الجمهورية بيان رأي به فهل عندكم القدرة أن تكملون النصاب يوم الأربعاء عندكم القدرة أن تتحشدون من أجل تمرير هذا التعديل؟ بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء نحييك ونحيي جمهورك واكيد احنا التعازي انقلنا لك اياه ان شاء الله تكون لك خاتمه الاحزان ويلهمكم الصبر والسلوان ما تشوفون شر ان شاء الله ما تشوفون بارك بيك ما حدث عندنا في محافظه الانبار بصراحه صدق لو قالوا ما يلبس عليه عقاب يعني كارثه بمعنى الكلمه وللاسف سوء الاداره في الانبار وسوء استخدام الانتخابات مو بقى بس الانبار وانما شكت منا محافظات تأثير الكتل السياسية في محافظة الأنبار امتدت اخطبوط لقينا لها أثر بالتزوير في العاصمة بغداد وفي محافظات أخرى وهذه المفروض نوقف على علة هذه بغداد الأمور بغداد والمحافظات الجنوبية هم صارت هواي مشاكل لا بس الضيم لو ترجع لتلقى من الكتل بالأنبار حتى اللي في بغداد في كل المحافظات الآن أحزاب الكردستانية المعترضة أيضا الله يبارك بك يا عزك الأحزاب الكردستانية أحزاب المعارضة الكردستانية أيضا معترضة وعندها الكثير من الشواهد على أنه صار تزوير كبير أقول في كركوك وفي بقية المحافظات في إقليم كردستان سادة بشار ابتداء طبعا أنت لكن بالنتيجة اثبت لي بالنتيجة شوف حتى المفوضة سادة العزيز حتى تكون يعني أحيانا أطعن بالطريقة الأصولية نعم. وجيب لي الأوراق وحاضر أنا بخدمتك كان طيب مفوضي هذا الخطاب اللي يتكلم معك هسه تنعاد من النواب الخاسرين الغير فائزين ولكن همي أنا ذكرك وأقول لك أنه حسب ما هم ذكروا لي من النتائج اللي حقيقة ما عندي ثقة بها وأقول هذه مو نتائج الحقيقية لأن لو نتائج الحقيقية خلي فرزوا إياها أنا متجاوز تقريبا 5500 صوت أو أقل قليلا هذا الكثير من النواب كان صعدت مكان منه كان كثير من النواب كان صعدت مكان منه كثير من النواب الفائزين ما عندهم هاي العدد من الأصوات فأنا عندي جمهوري لا بال 5000 وكسر كان صعدت مكان منه صعد الآن على كل ما أسمي بالأسماء لا هو الفائزين طيب معروفين أنا طاعن بالنتيجة بالكامل وإحنا حقيقة مو لفوز الشخص مكنتك المفوضية مكنتك المفوضية من أن تطعن بشكل قانوني أنطتك لا الأوراق. طبعا ما مكنتني والأسباب تالية كل من يقول لك المفوضية أعطت نتائج هذا كلام غير صحيح اولا لم تعطي نتائج بالسرعه الممكنه وبالوقت اللي الزمت نفسها وقانون المفوضيه اللي يفرض على المفوضيه بعد انتهاء الانتخابات ان تسلم النتائج الى اليوم لم نسلم نتائجنا واعطونا هارد الهارد عباره عن يمثل كافة الأوراق اللي صوتت بالأنبار يعني أنت تفتش جديد يراد لك فريق عمل لا يقل عن 50 واحد ويراد لك أسبوع شغل تا ممكن تطلع نتيجتك وحتى نتيجتك مو كاملة يعني مثلا التصويت الخاص إلى الآن ما منطينا ما موجود بالهارد اللي أعطونا إياه والهاردات أعطوناها قبل يومين ومعلومة موجودة ومحطة موجودة ومحطة ما كنت متابع بالطريقة اللي سابقا يعني الخميس انتهى تقديم الطعون طيب قبل الخميس انتهى خلاص بالضبط يمكن احنا استلمنا قبل يومين هاي الهاردات واعطونا ما اعطوك مثل الانتخاب هاي المفوضيه السابقه كانت تعطي اللي يحشون عليها واللي قبلها كان يعطونك بعد انتخابات مباشره يقول لك المركز الفلاني بخمسه سبع محطات بكل محطه المرشح الفلاني اخذ كذا والمرشح الفلاني وانت اخذت كذا وبذلك تبدي تجمعها كتسلسل اصوات
وإذا عندك شك ممكن تبحثه. هنا ما أعطم هذا الشيء، هذا الكلام مو صحيح. أعطم هذا ما صوت عليه الأنبار 400,000 مصوت. جي. هذه أوراق أيها المرشح اذهب إليه. من المرشح عنده قدرة أن يباوع على الحاسبات وينزل ورقة ورقة وينزل استمارة استمارة ثم يفرز قد يحتاج لوقت بهذا الوقت. إضافة إلى أنه كثير من بالنسبة للتصويت الخاص أساساً ما معطيك. إضافة إلى أنه إحنا كارثة اكتشفت إنها الحكومة قالت إن أكو مراكز انفتحت بالأنبار مراكز وهمية على الخارطة الانتخابية أساساً ما موجودة. يعني الفضائيين كنا نسمعهم عبيهم بالجيش بالشرطة بغير مكان صارت مراكز انتخابية فضائية ما موجودة. والدليل عندي موجود، عند عدة مراكز أعرفها انفتحت الساعة 3. يعني أنا قائد العمليات يقول لي قائد العمليات يخابرني أطلبوا الأوراق، أطلبوا الأوراق البطاقات الانتخابية مال هاي المراكز وطلعوا على الباركود وشوف منو الناخب، هذا الناخب اللي انت صوته لفلان وفلان. زين اليوم انا اسمع انه 7 من الناخبين بالاردن تشيك اللجنه الوزاريه ما عندهم جوازات اصلا، ما مطلعين جوازات اصواتهم بالاردن، هم بالعراق وجوازات بعدهم، شلون وصلوا الاردن وصوتوا ما ادري. خلي اروح الدكتور عبد الحسين الهنداوي واسال، ما يكفي انه كل هذا اللغط اللي صار هسه سواء تم اثباته او عدم اثباته، هذا اللغط اللي صار ترى ال 168 نائب اللي يقعدون يتعم 168 يعني اغلبيه داخل مجلس النواب ويوصلون لهيج قرار، الا يكفي لفتح تحقيق جدي وخاصه مع اللجنه الوزاريه اللي موجوده اللي تشكلت، الا يكفي انه وقفه على الاقل المحافظات اللي صار بها تشكيك تنعاد الانتخابات بها مثلا او تنفتح 10% من صناديقها، انتخابات الخارج تتشيك زين. يعني هل يعقل انه لحد الان معلومات عندي المفوضيه ترد مطابق ترد كل الطعون او معظم الطعون اللي تقدمت لحد الان؟ هل يعقل هذا؟ يعني مجلس النواب هو يمتلك السلطه التشريعيه، الان هو ماشي في السياقات الطبيعيه، اولا يطرح مشروع قانون وقراءه اولى وقراءه ثانيه، بعدين هناك فترة زمنية محددة ضمن الدستور ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، وبعدين تتم عملية تصويت. طبعا الآن الفترة ضيقة جدا، مجلس النواب يعني يحاول يستغل بأسرع ما ممكن هذه الفترة، لكن في الواقع هناك عقد كبيرة وهناك صعوبات كبيرة أمام مسألة المحكمة الاتحادية. ممكن رئاسة الجمهورية عندما قدم طلب بالنظر بهذا الموضوع ويتم رده من قبل المحكمة الاتحادية في فترة انتهت فيها صلاحيات أو ولاية المجلس الحالي، هناك مشكلة كبيرة. يعني عملية التفريق غير ممكن على الإطلاق، ما منتهي مجلس 30 النواب الحالي يتحمل 36 بعد قدامهم 29 يوم إذا يردون يقيلون الحكومة طيلوها. المحكمة الاتحادية عندما ترد يعني العمل ما يصير خلال ساعات، يعني الرد والأخذ خلال دقائق. مجلس النواب يعمل في اللحظات الأخيرة من أجل تشريع قانون جديد، وهو نفسه اللي أصدر قانون موضوع اعتماد التصويت الإلكتروني، هو نفسه اللي صوت على هذه المفوضية، والمجلس كان يعرف جيدا أن هناك نفوذ خارجي حزبي في هذه المفوضية في المجلس. المجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة قبل الأمر بالحدود الدنيا، وما كان يتوقع مستوى الخروقات والحديث عن الخروقات بهذا المستوى. دكتور شاف الخروقات بهذا المستوى خاصة مع وجود فائزين، يعني المشكلة الآن فائزين بس يدفعهم قسمهم ضميرهم النيابي غير يدفعهم للمشاركة في هذه الجلسات وإكمال نصاب، شافوا خروقات كبيرة لو الأمور ماشية طبيعية يعني ما كان صار هذا الاعتراف. هناك مرحلة، نعم هناك مرحلة الطعن بالنتائج. النتائج النهائية التي تصدر من المفوضية ليست نهائية في الواقع، هناك إمكانية الطعن بالنتائج وهناك فترة لتقديم الطعون بالنتائج، والمحكمة الاتحادية تمتلك الكلمة الأخيرة في هذا المجال. يعني الأمور ليست فقط بيد مجلس المفوضية. دكتور المشكلة أنه الكل يشكو، يعني كل المعترضين يشكون أنه المفوضية غير متعاونة، المفوضية هناك تعقيدات في تلقي الطعون، يعني مستلزمات تقديم الطعن، هناك تلكؤ واضح من المفوضية، هناك يبدو إصرار على قبول النتائج كما هي من قبل المفوضية. طبعاً لما نقول المفوضية إحنا إخواتنا، هم كلهم إخواتنا وشباب ونعرفهم شلون وصلوا للمفوضية ومن يؤثر عليهم،
احنا جاي نقول القوى السياسيه التي تتحكم بالمفوضيه واعضاء مجلس المفوضين. انا لا ادافع عن مجلس المفوضين على الاطلاق، بالعكس اعتقد هناك نواقص كبيره وارتكبت اخطاء كبيره ايضا. في المفوضيه الاولى لم تكن الاحزاب تستطيع الدخول الى مجلس المفوضين او التاثير على مجلس المفوضين. عملوا لاحقا على كسب عضو او عضوين، لكنهم في البدايه كانوا لا يستطيعون التاثير على اي عضو في المجلس. والدليل انه عندما انتهت الفتره القانونيه للمجلس الاول تم إقالة كافة الأعضاء بالواقع، ما عدا عضو واحد في الواقع استطاع أن يعود من جديد، لأنه الأحزاب عرفت كيف تعمل مع المفوضية وكيف تهيمن في الواقع المفوضية، وهي مشكلة كبيرة يجب أن تعالج مستقبلا أيضا. طيب هنا عندما يعني من أقرأ نفس الإجراءات اللي موجودة في تقديم الشكاوى للمفوضية ومجلس المفوضين قارها، يشترط في الشكوى الآتي: أولاً أن تكون تحريرية موقعة من مقدمها، ثانياً تقديم الشكاوى الخاصة بعملية، إلى خامساً أروح إلى سادساً المادة 5 6 للمجلس أن يقرر إعادة فرز وعد الأصوات قبل المصادقة على نتائج الانتخابات إذا كان هناك مقتضى لذلك. يعني هنا حتى بأوراق المفوضية بعيداً عن قانون الانتخابات، لكن تعليمات تقديم الشكاوى اكو نص. نعم. يجبر المفوضيه، ليش ما استندتوا عليه؟ ليش رايحين تسوون قرار برلماني غير قانوني غير شرعي؟ لا هو استاذ احمد، لو ان قانون المفوضيه وقانون الانتخابات طبق بحذافيره ماكو داعي لهاي الاجراء اللي يسويها مجلس النواب. راح ارجع لك بشكل مفصل وبشكل قانوني. اليوم لما مرشح يثبت بانه تلاعب بالاصوات بالالاف في وفقا للقانون، وفقا لقانون الانتخابات، وفقا لقانون المفوضيه، يجب ان يترتب على هذا الاجراء مساءله هذا المرشح، ويصل الامر الى فصله واسقاط اصواته، وبالتالي يعتبر خاسرا. هذا الامر لم يطبق، مع العلم اننا فقط في محافظه نينوى نتكلم عن اسقاط اكثر من 100,000 صوت. هذه 100,000 صوت ما صوتوا لاحمد ملا طلال، ولا صوتوا لشخص خارج، صوتوا لمرشحين وكتل. ولذلك يفترض اليوم من الهيئه القضائيه المختصه لما تقول للمفوضيه تعالوا انتم الغيتوا لنفرض 226 محطه، جيبوا لنا هاي الاصوات وخلينا نطلع عليها. ما صار التزوير؟ صار التزوير لسين لصاد الفارس لاحمد. والله على عيني. لا والله على عيني. شوف استاذ احمد، الحكي عن تزوير هذه الانتخابات صار بقد الحكي عن الفساد من 2003 لحد الان. بالنتيجه اثبت لي. مايدا اثبت لي ودعت تكسر المفوضين يباعون يعني علينا. من فمك ادينك. لا لا مو لا اسمع اسمع. لا انا ليش طالب بالدين دوب انا الدين. لا عليك بدنا نتكلم من مفوضيه. لا قصدي انتوا لما الغيتوا هسه قاعده ان كانت ان لا كانت لا المفوضيه. لا كتاب رسمي. لا عفوا ان كانت المفوضيه قد ساهمت وتلاعبت. ان كان واحد منهم مخابر العمان والاردن، ان كان ممنوع. لا ان كانت ودعتك. إن كانت أنا ركز على إن كانت، مترفعون عليك قضية باكر. إن كانت نعم ودعتك هسه قاعدين احنا نريد تطبق القانون، نقول اضربوا راسكم بالحائط. لا لا اسمح لي. اثبتوا مثل القضايا الفساد اللي نسمع بها صار سنين. خلي يرجعون على القانون. اثبتوا لي صاير تزوير وصاير بيع صار أصوار. تزوير بدليل أن المفوضية ألقت أكثر من 1,000 محطة. هاي المحطات التي ألقيت ليش ألقيت؟ لأن بها تزوير كان زين. لمن تم التزوير؟ هنا نوقف هنا. زين. لما يصير التزوير لنفرض لسين من المرشحين. هذا التزوير راح يغير نتائج؟ لا لا اسمح لي اسمع. يفترض هذا اللي صار له التزوير وفاز. هل يبقى فائز؟ لا طبعا. اذا هو بالطبيعي زور في محطات عدل 1,000 محطة. لذلك احنا لما جينا نقول خلينا نعد كل 10%. يعني المفوضية تعرف ضمن الألف ما راح يسوي لها مشكلة. لا لا ويا ما راح يسوي لها مشكله ويا النواب اللي فازوا بيها او الكتل اللي استفادت منها وراحت عليها لغتهن. لا اثرت بصراحه غير أثرت هاي الالف محطه. أيه؟ مو كلها اصوات مزوره. أيه؟ خلينا نتكلم، خلينا اكون زي. واقعي. قسم من هاي الاصوات في الالف محطه اصوات حقيقيه، لكن أيه؟ الاغلب الاعم هي اصوات متلاعب بها لا سيما في المخيمات والتصويت المشروط. ولذلك اليوم احنا لما نقول عيدوا 10%، وهذا الاجراء
طبيعي بال2010 لما صار اعتراض على العدوى الفرس من دولة القانون المحكمة الاتحادية قالت عدوا يدوي إعادة العدوى الفرس. اليوم احنا نطلب 10% حتى تصير ثقة، حتى الناس اللي تيجي تمثل الشعب العراقي بعيني، ولذلك بعيني عدل القانون. لا بالمناسبة هناك فقرة في القانون احنا اعطينا كل ما يلزم للمفوضية باتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة عد النتائج. هذا الأمر موجود بالقانون، موجود بالقانون. يعني يفترض مجلس المفوضين يقولون حتى نتأكد خلونا نعد 10% عشوائية عينات وبالتالي تبين النتائج إذا هذا الجهاز كان يعد صح مع الاستمارات اللي موجودة في داخل الصندوق. فالأمر طبيعي جدا، لكن هذا التخوف من العدوى الفرز اليدوي 10% وكذلك عدم محاسبة المزورين الذين ثبت تزويرهم في أكثر من 1000 محطة هذا نخلي عليها 100 علامة استفهام. أنا المعجبني واحد سيد مقتضى الصدر، يعني ذيك المفوضية والمظاهرات وأنت اللي قلعتها، شلعتها وقلعتها، ما همك هذا الحكي، ايش عجب ما همك وداعتك جمهورك وجمهورك ال 54 يبقى 54 زين يبقى 54 يعني مثل ما جت تغرد لنا على الحكومة الأبوية تغريدة صغيرة قصقصة صغيرة عيدوا عدوا فرز 10% سيدنا، حتى الحكومة الأبوية اللي الآن جاي ترعاها لها شرعية تصير أكثر. فريد منك موقف سيدنا، ترى الحكي هواية وتم إثباته وننتظر سيدنا. اي استاذ والله استاذ احمد يعني تريد خروقات عدد لك يعني مثلا؟ لا الخروقات عددنا بما فيه الكفايه. يعني تقريبا اسبوعين بالبرنامج ما عندي غير يومين المفوضيه يومين المفوضيه. لا يعني اعطيك اكو اشياء يعني مصيبه احنا صراحه اثبت لي اياها يا استاذ فارس، اثبت لي اثبت لك اياها لما انطي واقدم بالاسم واقول المرشح نائب مرشح على كتله معينه يخلي الحمايه مالته مدير مفوضيه في قضاء معين محافظه، هذا اثبات لو مو اثبات؟ لا مو هيك شيء، لا مو هيك اثبات. الغيت 2010 الغيت انتخابات في ولايه فلستر بالسويد الغيت انتخابات لوجود فرق ب 61 صوت، الغيت اعيدت الانتخابات بها. فمن مراكز تنباع، قصدي تنباع مراكز، ويجي نائب محترم مثل السيد مشعان الجبوري ويقول انه قدامي صار الاتفاق وانباعت مراكز الاردن كلها. المشكلة بالبياع منو اللي يبيع؟ بصلاح الدين سمي لي البياع. بصلاح الدين انباعت 6-7 مراكز وهمية وبالأسماء وبالتليفونات. ما يكفي هذا اللي إعادة فرز وعد 10%؟ عمي ما نريد نلغي ولا ميت، 10% يعيدون 10. طيب أستاذ أحمد، ما الأحرى هسه الآن دولة رئيس الوزراء بعد النصر الكبير الذي الآن كل إنجازاته تتشوه، كل إنجازات الدكتور العبادي وخلي يسمعني النصر الكبير اللي حققه بحربه ضد الارهاب دشوها انه ما سيطر على معركه الفساد بل تكاد تكون فلتت الامور شكل لجنة على اعلى المستويات وحتى الان متهم وخارج صلاحياته يقول طيب. لك عليه اساس الدخل اليوم العمل عمل مفوضيه مستقله ما لها علاقه. اليوم الدكتور مسوي فطور بالعافيه على ياكله وياه وفطره وياه قايل اكتشفت اللجنه عندنا خروقات رهيبه تصل الى حد الجريمه، بس ما اقدر اسوي شيء، الموضوع لازم القضاء يثبت به. لا الحكومه تقدر تسوي شيء. ليش القضاء جزء من هاي اللجنه؟ والقضاء جزء من هاي اللجنه، على القضاء ورئيس مجلس القضاء جزء من هاي اللجنه. طيب سيد استاذ يا ابو شار، اكو اجراءات اداريه عضو مجلس المفوضين اللي اعترف عليه مشعان الجبوري وقال هو كان يساوم على بيع حطات. يا مشعان الجبوري ذبه بالسجين وقيمه وشيل الحصانه عليه، يا عضو المجلس المفوضين على الاقل اسحب ايده، هذا اللي زور في برا بخارج العراق وهو عضو مجلس المفوضين ما لعب بنتائج الداخل، بس اردفتهم هو عضو مجلس المفوضين يشتغل على الداخل ويشتغل على الخارج، من لعب نتائج الخارج ما لعب بالداخل، ما كحكومه ما اقدر طبعا عضو مجلس المفوضين ما عنده حصانه للعلم، رئيس الوزراء يقدر يتصرف ويده قويه وسلطاته قويه واجراءاته ممكن تكون قويه، المشكله رغم انها اساءت الى سمعه الدوله بالكامل، تزوير الانتخابات اساء الى سمعه العراق، اصبحت قضيه وطنيه، القضيه وطنيه هذه العالم كلها يرصدها. العجيبة أستاذ أحمد لحد الآن ما جاي نتعاون إحنا كسلطة تشريعية ويا اللجنة التحقيق، يعني لجنة تحقيقية بأعلى المستويات شكلتها الحكومة ما تستدعي الكتلة معينة، الكتلة السياسية تقول لهم تعال شوفونا شنو خروقاتكم، خلنا نجتمع وياكم، ارسلوا لنا شنو ملاحظاتكم، ما اجتمع مثل ما اللي أشار لها البارحة بالمؤتمر الصحفي دكتور رياض البدران. نعم. مثل ما انتقد وعدم دستورية قرار البرلمان قال مو من حق مجلس الوزراء يشكل
عندهم قانون الجماعة، عندهم قانون مجلس المفوضين، وعندهم قانون انتخابات، يشتغلون في القانون هذا. خلينا أروح لندن، خلينا أروح للدكتور عبد الحسين الهنداوي وأسأل، هل تستطيع المفوضية الصمود أمام هذا الضغط الكبير من ضغط شعبي، ضغط إعلامي وضغط سياسي كبير من أكبر مؤسسة تشريعية بالبلد، هل تستطيع الصمود أم أنها ستستسلم بالتالي للعدو الفرزيلي حسب اعتقادك؟ من حق مجلس المفوضين أن يدافع عن نفسه بكل الطرق، لكن أيضا من واجبه حماية مصداقية العملية الانتخابية. هذه العملية الانتخابية هي في الواقع لا تخص المجلس فقط، إنما تخص البلد ككل، النظام السياسي وأيضا مصالح الشعب ومستقبل أيضا. احنا في سنة 2005 عندما تم التشكيك في عملية الانتخابات التي جرت في الشهر الأول مجلس النواب في الواقع، أعلننا نتائج ثلاث محافظات، 10% فقط من نتائج ثلاث محافظات جنوبية خرجت في الشوارع، حركة سميت حركة مرام بشكل حقيقة ظالم كان، وشككوا بكل العملية الانتخابية وطالبوا بلجنة دولية للتحقيق في الانتخابات. وافق المجلس المفوضين على الفور، وتم استدعاء من قبل الأمم المتحدة، تم جلب لجنة دولية للتحقيق في نتائج الانتخابات، برغم أن الشكوى كانت غير عادلة في الواقع، لأنه احنا في نفس الوقت بعد الظهر في نفس اليوم أعلننا نتائج ثلاث محافظات بالنينوى وصلاح الدين وأيضا الأنبار، لم تكن هناك أحزاب شيعية فائزة. نفس الشيء بالنسبة للجنوب، لكن مع ذلك لحماية مصداقية العمل الانتخابية ولتأكيد يعني ثقة الناس بالمفوضية تم قبول بهذا المقترح، فيجب على مجلس المفوضين الوصول إلى نتيجة محددة حتى تحمي مصداقية العمل الانتخابية وأيضا ثقة الناس بالمفوضية، وإلا يعني الأمور تتجه بشكل خطير في الواقع. طيب، مو من حقها الآن كل القوى المشككة بنتائج الانتخابات، ومن حق الآن شكوكها تتضاعف مع إصرار المفوضية على عدم إعادة العدو الفرز 10%، ومن حق الآن يبدو أنه، وأكو تصريح أيضا لرئيس مجلس المفوضين يقول إذا نعيد العدو الفرز يدويا يمكن نروح الحرب أهلية، فجزء جماعة من حرصهم يعني على البلد أنه ما يعيدون العدو الفرز يدويا لأن خاف فعلا يعني الحرب هو أهلية. الانتخابات هو صراع على أنا أعتقد الانتخابات هو صراع على السلطة في الواقع في الأخير، وهذا الصراع ليس به يعني مصداقية تامة، كل واحد يحاول يدافع عن نفسه. بعض الناس الذين الآن ينتقدون المفوضية دافعوا عنها في ظروف أخرى عندما كانت الخروقات إلى مصلحتهم، بهذا المعنى أقدر أتحدث. فالمجلس النواب لذلك أقول هو مسؤول كليا على المسألة هاي، لأنه من البداية خلق الثغرات في المفوضية. الآن على المفوضية الاستعانة بالخبرة الدولية، استعانة بأيضاً التجارب السابقة من أجل الوصول إلى حل وسط مقبول للجميع. ليست هناك حلول مثالية في الواقع، بس أنا أعتقد هناك إمكانية الوصول إلى حلول مقبولة. لكن شنو طبيعة هذه الحلول؟ السياسية تحتاج شنو طبيعة هذه الحلول؟ أنا جاي أحكي ويا خبير انتخابات، شنو طبيعة هذه الحلول اللي ممكن أنه ترضي المعترضين المشككين بالنتائج بنفس الوقت تكون ضمن سياق قانوني ودستوري؟ يعني ما نريد نتجاوز على القوانين اللي تستند عليها المفوضية. هناك حلول ممكن طرحها بشكل مهني وبشكل أيضا موضوعي، وهذا يحتاج إلى لجان فعلية عملية وليس يعني تطرح في الإعلام. هناك حلول وهناك حلول نسبية في الواقع، ليست هناك حلول مثالية في هالمسألة. أيضا هناك ممكن العثور على حلول في هذا الجانب أو ذاك، وبها شفافية كافية، والخبرة الدولية في هذا المجال كبيرة جدا. زين، راح تعتمدون عليه اللي هو راح تستمرون بهذا النشاط إلى أن الصادق المحكمة الاتحادية وتقول لكم كافي تم المصادقة؟ يعني على أقل تقدير يقوم مجلس النواب ما عليه من رقابة. واليوم إحنا يعني مطالبتنا بالعد والفرز 10% لا تعني اتهامنا للمفوضية. اليوم عشرات الآلاف من الموظفين اللي هم مو من المفوضية اشتركوا بعملية الانتخاب يوم 12 آيار، وبالتالي احنا لما نطالب بمراجعة الآليات ومراجعة العدو الفرز هذا أمر طبيعي جدا. يعني هذا يعني حتى إذا بكرة صار عدو فرز والنتيجة طلعت مغايرة،
لا يعني هناك اتهام للمفوضيه، هناك خلل في الاجهزه، وانت تعرف الاجهزه تم استيرادها من قبل المجلس القديم وليس الجديد. ليش بتختصرون المسافه؟ لا استاذ احمد، لا اختصروا المسافه وهي موجوده. يا جماعه ما صار لهم اقل ست شهور مع هذا. نعم لا اكثر من ست شهور. الشهر التاسع استلموا، استلموا صحيح، ولذلك تعرفون شلون استلموا، ولذلك احنا تعرفون من وراهم احنا واقفين معاهم. خلاص اوكي واقفين معاهم. والله يرادهم وقفه الشباب المفوضيه، والله يرادهم وقفه، والله واقفين معاهم. زين الاجهزه اللي جابوها اختصر الطريق اروح منو اللي اثر على رئيس مجلس المفوضين؟ اروح عليه. لا السياسي الرمز القائد اللي منو اللي اثر على رئيس الاداره الانتخابيه؟ اروح عليه. يابا فضلنا اياها ترى جماعه مو يمهم يمهم. يعني بالمناسبه قرار سياسي، موضوع راد له قرار سياسي، ضغطوا سياسيا على زعماء الكتل اللي مقتنعين بالوضع ويقولون مشي مشي مشي. ضغطوا على ذولا. ليش رايحين على لنفرض شباب موظفين؟ صارت مصادقه، انت سالت قلت تصير مصادقه وتمشي. طبعا تمشي يعني تمشي المصادقه بدون عد وفرز يدوي، بدون معالجه الاشكاليات اللي رافقت العمليه الانتخابيه. ايضا الامر يظل بعلامات استفهام وشكوك، وبالتالي احنا نريد نقوم العمليه السياسيه. لذلك اليوم اكو اجراء فني، وهو طبعا هذا يعني بالاجهزه استاذ احمد اكو جهازين، يعني اكو جهاز يسمى بيكوز واكو جهاز سيكوز. اليوم العدو الفرز لن يكون باليد المجرده، هاي يعني فقره مهمه، لن يكون باليد المجرده وانما من خلال الجهاز اللي هو سوف يحسب جميع الاستمارات للناخبين. يعني ما راح يكون عد يدوي باليد، لا راح يكون مجرد على الجهاز الاخر اللي هو احتياط. هم من جابوا السيكوز احتياط لما يصير خلل في الجهاز اللي موضوع على صندوق الانتخابات يتم العد بهذه الطريقه. ولذلك العدو الفرز استاذ احمد هو مو عد يدوي. طبعا اذا عد يدوي ممكن تصير خروقات اكبر. خلينا نتكلم هنا اذا صار للتاكد اذا صار عد يدوي مجرد باليد المجرده راح يصير خروقات، لكن الجهاز الاخر اللي اصلا هو موجود لمعالجه مثل هذه. ها انتم لو ساليني انا اعطيكم. خليك احول استاذ فارس. يلا استاذ فارس، تريد تلغي الانتخابات؟ لا اريد اعيد عد فرز، لا اريد الغرغره. وكل النواب اللي ديش لا انتخابات طالب باعاده العدو الفرز. ليش تريد تلغيها؟ ليش تلغيها؟ تلغيها لان مو دستوريه، مو سهله. انا مو سهله الغاء، لا اعطيني مخالفه للدستور. هسه احكي لك، احتاج الى استخدام هذه الاجهزه الالكترونيه مخالف للدستور. صحيح هاي ما حد حاكي بيها. لا وما حد منتبه. اقتراع سري. ليش مخالف؟ انا اقول لك ليش دستوريا الاعتراء الاقتراع يجب ان يكون سري. نعم الان الطب على اي صندوق على اي ورقه، تطلع الورقه تروح على الباركود تعرف هذا المواطن العراقي المن صوت، وهذا مخالف للدستور. وهذا مخالف للدستور. صح قدموا طعن للمحكمه الاتحاديه، محكمه الاتحاديه وقضاءنا عادل يلغي كل الانتخابات ويقول استخدام هذه الاجهزه غير دستوري. هذا الانتخاب لم يكن سريا وفق الدستور، هذا انتخاب علني بامكان اي شخص يحصل على اي ورقه يقرا الباركود مال الورقه اللي داخل الصندوق يقول هذا الانتخاب غير سري وهو مخالف للدستور. قدموا طعن المحكمة. ولهذا الآن مشاكل اجتماعية. عيدوها ونسويها ويا. الآن موجودة مشاكل اجتماعية بين الناس. ونسويها ويا انتخابات مجلس المحافظات على برد الوقت شهر 12. لا على 10%. الأعصاب باردة. ال 10% أحسن. وإذا قالوا لك الموضوع. 10% أحسن، خاف ما تفوز أنت. وإذا ما أعلموا ذاهية. وإذا قالوا لك الموضوع سياسي مو موضوع قضائي. لا موضوع قضائي، المحكمة الاتحادية إذا راح لها الاختلاف بين علنية وسرية الانتخابات، المحكمة الاتحادية واضحة. من بكرة أقدم لك. دكتور عبد الحسين شنو رأيك؟ الانتخابات هاي مو سريه حسب الدستور. تصويت مو سري. انت سالت وانت جاوبت، انا ما اخذ حصتكم. عفوا دكتور، خلنا نرجع له للانبار. اي استاذ العزيز، طبعا هذا الطريق ممتاز جدا، واحنا يعني تحدثنا به، والان اكو مشاكل وصلتنا بين المزورين والذين اشتروا بطاقات الناس يهددوهم الان انه بنريدون استحقاقاتهم، انه بعنا لكم بطاقات الفلانيه، يقول لهم لا نطلع لكم الاسماء ان انتم انتخبتونا وفلان. واكو الان مشاكل تحدث مو بس بالانبار، بالموصل يطلع كذلك الورقه ويشيك. نعم يقول له عند الباركورد مال الاستماره واني اطلع واعرفك انت منتخبني او ما منتخبني، اتاكد بعدين نتحاسب انا وياك. هذه مشكله اجت. بس ابلغك احب الاستاذ احمد انه كثير من اعضاء مجلس النواب لم يتوقفوا عند هذا العد، وانما اليوم انا كنت جالس باللجنه القانونيه، الممثل القانوني للبرلمان اعد شكاوى جزائيه على المفوضيه، المجلس المفوضين لعده اسباب.
اولا مثلا يعني عندما صرح احد اعضاء مجلس المفوضيه بانه العدو الفرز ممكن يسبب الى حرب اهليه اعتبروها حقيقه، هاي تكدير للامن العام، وهذه القانون العراقي قانون العقوبات يحاسب عليها. اولا هذا تصريح سياسي مو ينم عن مفوضيه مستقله. بعدين تصرف اي موظف وظيفه حكوميه ممكن يضر بشخص لصالح شخص اخر، والاثباتات كثيره بهذه الامور. اكو عندنا مواد 330 331 هذا تحيل الموظف الى عقوبات، موجود عندنا قانون 111 سنة 1969. الآن الممثل القانوني لمجلس النواب بعض أعضاء مجلس النواب أقاموا دعوات جزائية وراح حقيقة باتجاه مجلس المفوضين. احنا كنا متأملين حقيقة من اللجنة الحكومية، لكن اللجنة الحكومية هي في وادي ونحن إلى الآن في واد آخر، بالرغم أنه أنا شهدتها في جلسة مجلس النواب أنه حقيقة تسمعنا ويصير تنسيق ما بين الكتل السياسية وهاي اللجنة. إذا أردنا أنه القضية فعلا وطنية وفعلا احنا نريد نصل إلى نتائج ممكن تخدم الوطن وتخلينا نحسن حسابات انتخابات مجلس المحافظة القادمة اللي راح يصير بها عزوف أكبر من هذا العزوف. احنا الشعب حاسبنا وعاقبنا على أدائنا السيء بأنه ما خرج للانتخابات نسبة أقل من 20%. خلينا نروح خلينا نروح لندن في انتخابات مجلس المحافظة. خلينا نروح لندن وأقول يا دكتور، هاي المعلومة اللي ذكرتها الآن وهي عدم دستورية الانتخابات بالمطلق بالكل، يعني مو الخروقات، لأنها لم تكن اقتراع سري. هاي ذكرت في اجتماع عندكم بالرئاسة عندما استدعى رئيس الجمهورية الرئاسات النوابة والرئاسات الثلاث، وفي جلسة سرية داخل الرئاسة ذكرت هذه المعلومة أنه الانتخاب لم يكن سريا، وهذا مخالفة دستورية واضحة وطعن في الأجهزة اللي تكشف اسم العراقي المقترع والمن مصوت، وهذا يكفي لتفعيل شكوى لدى المحكمة الاتحادية في عدم دستورية الانتخابات بالمطلق لأنها لم تكن سرية وفق الدستور. هذا شيء عجب، ما ناقشتوا ذا المعلومة عندكم بالرئاسة؟ عندما يعني في الواقع بالاجتماعات التي تمت في الرئاسة كانت هناك وجهات نظر مختلفة لكل الجهات، وليس رأي محدد أو بيان محدد تحدث على القضية. أكثر من جهة كانت موجودة، تقريبا كافة الأطراف، لأنه الأطراف اللي موجودة كلها كانت مثل كل المكونات تقريبا، فلم تكن هناك يعني لم يكن هناك موقف محدد، إنما هي وجهات نظر تم تداولها من قبل هذا الشخص أو ذاك المسؤول، وهذه المسألة غير ملزمة لأي مسؤول في الواقع في بالأخير. الموضوع الأساسي هو الانتخابات جرت، وهذه الانتخابات بها خروقات وبها اتهامات وتراشق بالاتهامات. الآن يجب تحجيم هذه المشاكل وحلها، خاصة الأمور التي معروفة الآن يجب أن تحل بشكل قانوني وبشكل تعطى المفوضية بعض الوقت حتى تطرح آراءها أو حلولها المسألة. لكن في نفس الوقت يجب إنصاف الذين يشعرون بالضيم أو يشعرون بأنه جيد. هذا كلام رائع، كلام رائع هذا عام. أريد جواب بالتحديد كمستشار لرئيس الجمهورية، عندما يسمع رئيس الجمهورية، يعني الآن رئيس الجمهورية أرسل ببيان رأي سريع نيابة عن المفوضية، المفوضية المتضررة من قرار مجلس النواب، المفروض المفوضية تروح تسأل المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذا القرار، قرار مجلس النواب. ليش بنسمع أنه عدم دستورية الانتخابات بالمطلق لأن الانتخاب أو الاقتراع مو سري؟ ليش ما خاطب المحكمة الاتحادية؟ أنا يعني أعيد الموضوع، رئاسة الجمهورية لم تدافع عن المفوضية. نعم، رئاسة الجمهورية لم تدافع عن المفوضية ولم تطرح هذه القضية على الإطلاق، إنما تركت الأمور للمحكمة الاتحادية. رئاسة الجمهورية تطبق الدستور في هذا المجال. الآن علينا انتظار كلمة المحكمة الاتحادية في هذا الصدد. أنا أستغرب في الواقع من قضية غياب المراقبة في هذه الانتخابات. شبكات المراقبة لا تقول كلمتها لحد الآن. هناك ايضا المراقبه الخاصه بالكيانات السياسيه. هل يمكن لرئاسه الجمهوريه شبكات المراقبه، هل يمكن لرئيس الجمهوريه ان يرسل غدا بيان راي الى المحكمه الاتحاديه حول هذه النقطه بالتحديد، دستوريه من عدم دستوريه معرفه اسم الناخب العراقي والجهه السياسيه التي صوت عليها؟
هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يرسلها غدا؟ احتمال حزب ما له يزعل إذا دزي السؤال. الآن إحنا نتحدث عن نتائج الانتخابات، موضوع نتائج الانتخابات هو موضوع البحث حالياً، والمحكمة الاتحادية عليها أن تطرح وجهة نظرها في موضوع نتائج الانتخابات. نتائج الانتخابات النهائية لم تطرح لحد الآن قبل المفوضية، وهناك فترة قانونية للطعون لكل الأطراف سواء الكيانات السياسية أو حتى الأفراد وحتى الناخبين. من باب أولى دكتور أن من باب أولى أن تطرح المحكمة الاتحادية رأيها بمجمل الانتخابات، ليش بس بالنتائج؟ بالمجمل جعل أصل الانتخابات بخلل دستوري، ليش ما المحكمة الاتحادية تنظر لهذا الخلل؟ نعم من حق وهي دعوة للادعاء العام ودعوة للناشطين الحقوقيين أن يقومون برفع هذه الدعوة للمحكمة الاتحادية للتأكد من مدى دستورية الانتخابات فيما يخص سرية الاقتراع. العفو دكتور. تحصيل حاصل بلا شك المحكمة الاتحادية بإمكانها أن تتخذ قرار فيما يتعلق بدستورية الانتخابات نفسها، هذا الأمر ممكن جدا بدون تقديم طلب من هذا من رئاسة الجمهورية أو من أي جهة أخرى. أريد أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحسين الهنداوي المستشار في رئاسة الجمهورية وأول رئيس لأول مجلس مفوضين، لا زال الكثير يحن لمهنيته وأدائه والانتخابات اللي أجراها في 2005. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الجبوري نائب في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا لك سيد فارس طه الفارس نائب في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا لك. ختام عندنا بوست لو شنو لو نختم خليني أشكرهم لأن أيضاً قدموا لي التعازي عبر صفحة البرنامج وعبر صفحتي على تويتر، شكراً لكم جزيلاً. إن شاء الله ما تشوفون مكروه كل مشاهدي البرنامج وكل العراقيين، شكراً لكم ونشوفكم باكر إن شاء الله.